خليني نمشي نلعب مع الاولاد. ما هو باتك ما يبيكش تطلع للشارع. لا ما بنطولش عشان خاطر كان ينود ويسال عليك. شو بنقول له؟ ما بنطولش. ده عدله. منو؟ منو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لا ناديني مسعود يا اختي. قولي لأبيك الشيخ مين هو ضروري. هو مقيل توه. بالله انا وضي ضروري. قولي له يلحق الشيخ راجي في فجان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسعود يا مسعود. أنا. نود يا مسعود. قالوا لك الشيخ يبيك. الشيخ؟ الشيخ ميلود. وما قالوا شن يبي؟ لا والله ما قالوا ليش. لا إيل وين؟ قاعد برا يلعب. استغفر الله العظيم والحول والقوة إلا بالله. أنا كم مرة كلمتك وكم مرة قلت لك ما عادش تخليه يلعب برا. أخلوقه يتضايقن في الحوش. الدنيا بروحها من السبلة. قلت لك أخلوقه يتضايقن في الحوش. يقعد يعيط يبي يطلع. ربي يهديك. شنو نبي ندير له؟ ربي يهديك. يهدينا جميع. بسم
تلعب العب في الصورة نشتغل هيا نحن نشوف الشيخ ميلوث في الجامعة ونجي بيه ما تخليش يطلع من هنا إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لاباس الشيخ قالوا دورتنا اي نعم دورتك إن شاء الله خير ما هناك إلا الخير يا مسعود عزي مرعي بو توفى لا إله إلا الله محمد رسول الله إن لله وإن إليه رجعون عظم الله أجركم يا مرعي البقاء والدوام لله هدعو له بالرحمة والمغفرة الله يرحمه ويسعده الله يرحمه يا مسعود نبغى نغسلوا حجر رمضان مش ندفنوه بعد العصر يا شيخ أنا كم مرة قايل لك ما عادش تبي نشتغل الشغلان هذا وأنت عارف الكلام هذا كويس خليني في السعف والله في التجارة خير لي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم هذه لا هي خدمة ولا هي تجارة يا مسعود وبعدين أجرة كبير كان غسلت حاج مسعود شنو بيصير له وبعدين هذا سبر بوك وجدك ويوقف عندي أنا من نبش ولدي اللي نرجع فيه لها سنين يقعد يغسل في ميتين خليه يقعد تاجر والله سعاف وانت عارف الكلام هذا كويس هذا حاج رمضان الله يرحمه راجل طيب يا مسعود ويدير في الخير ومتاع خير شو فيك كن غسلت ما تحصر رحمة والدين مش خير لك وتحصر رزق لهالعويلة وكيف ما يقولوا اهي نواة تسند الزير غسل يا الله يربحك ان شاء الله خير وما يصير لك الخير ان شاء الله ان شاء الله حجر رمضان الله يرحمه كل سنة ذهب ما عنده ما يدير بها وكان خضيت بلك يتغير حالي لأحسن حال نه ما تجيش هذه حرمة ميت استغفر الله الله يرحمه يغفر له مسعود مسعود مسعود
وين الدب؟ وين الدب يا سارق؟ وين الدب؟ وين الدب؟ جيب الدب يا سارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجيب الدب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيرك يا مسعود؟ شنو فيه؟ أنا لي كم راقد؟ مالكش واجد علي ما رقدت علي، جيت على صوت عياطك. خيرك شو شوف؟ جيب لك مية تشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. كيف جاك وانت راقد؟ أنا ما فهمتش يا مسعود. والله كيف ما نحكي لك يا شيخ، جاني وقعد يكلم فيا. كلمك وايش قال لك؟ قعد يقول في كلام مش واضح، لكن شكله كزعلان. يا ودي هذين كوابيس، عذب شيطانك وبإذن الله ما تصير لك مصيرة. تعوذت من الشيطان، وحتى هو قاعد يتعوذ معي، ولا باي يتحرك يا شيخ. يا مسعود بتقول لي في الخبر هذا باش معاش تريد تغسل الموتى؟ لا اطمن اطمن يا مسعود، لقيت من يغسلهم الموتى. والله ما نقول الا في الصدق، والله جاني وكلمني. نقول لك حاجة يا شيخ؟ نعم. ضروري تدير لي حل. والله نقول لك دير لي حجاب. حجاب؟ نعم. حجاب شنو يهديك الله؟ حجاب شنو؟ خليك مع كلام الله واقرا الفاتحة والمعوذات وبإذن الله ما تصير لك بصيرة. ونعم بالله ونعم بالله. يا الله يا كريم. الحمد لله لك الحمد يا ربي. وينك لتو؟ خيرك عطلت؟ عندي شوي دبش شلت الهله وهو جيت شنو فيه؟ هو من بكري ونحن نسمعه في صوت كأن في حد يحفر في الساس. صوت هكي وفي كلام مش مفهوم. أعطيني الفنار. خليك أمان، رد بالك ما تتحركوا، نشوف شنو فيه ونجيك إن شاء الله. تعال. يا الله يستر الله يستر الله. طمني شنو في؟ ما في شيء، اكيد فار ولا شيء دبيبه. ها العشاء واتي ولا؟ واتي ان شاء الله. اي حطينا العشاء. أي. يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين الدب؟ من الشيطان الرجيم. وين الدب؟ شنو في يا مسعود؟ بسم الله. خيرك يا مسعود؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اللي دار فيك هكي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانك شنو في؟ اسمعي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نقدو كنا برا نقدو بعضنا لعند الصبح. عندي امانه ضروري رد الصحبه. علاش هذا كله يا مسعود؟ هيا العيل وين؟ قاعد هيا اطلع. بسم الله كريم. الحمد لله على كل حال. كنت نحسبك تصبي معايا، لكن زدتيني هم علي همي. لكن
لكم بكرة بإذن الله أول ما تطلع الشمس، نشيلها الصحبة. وإن شاء الله ربي يغنيني. الحمد لله على كل حال.